الله يقول أنا عند حسن ظني عبدي بي أحسن الظن بالله. يؤتى يوم القيامة بالرجل فيؤمر به إلى النار فيصل إلى شفير جهنم فيلتفت فيقول الله عبدي عبدي ما الذي ألفتك؟ لماذا التفت؟ فيقول يا رب يا رب ما هكذا كان ظني بك في الدنيا، ما كنت أظن هكذا بك في الدنيا. فيقول الله عبدي وماذا كنت تظن بي في الدنيا؟ قال يا رب كنت أظن بك في الدنيا أنك سترحمني. قال قد رحمتك، قال قد رحمتك، خذوا بعبدي إلى الجنة. احسنوا الظن بالله.